انا يا باشا مواطن صالح، راجل دغري ما اعرفش امشي كده، بحب دايما امشي كده يا باشا. بص، هو انت ادائك الصراحه مش محتاج لتحليل، انت عباره عن جوينت واقف قدامي، يعني بسم الله ما شاء الله قضيه مكتمله الاركان. كل اللي مطلوب منك انك تملالي العسل ده. حاضر يا باشمهندس. اتفضل. اللي بعده. ايه ده؟ رضا؟ استجابر. هات النبي، انت ابن حلال مسافر. اه والله يا سلام يا محسن الصدف، انت لسه كنت على بالي ولسه كنت جايب في سيرتك مع جمالات. والله ده انت منورني يا استجابر. الله يخليك. خطوه عزيزه. اتفضل اتفضل استريح. تسلم ايديك تسلم ايديك. اوعى تكون واخد على خاطرك من الليله اياها. انت عارف ان واحد كانت اعصابه بايظه. الضنا غالي. اه طبعا الضنا غالي، انت هتقول لي وانا عارف. بقول لك ايه يا حمد، زود واحد شاي هنا للاستا جابر. ماليش لزوم يا راجل. لا لا ملوش لزوم ازاي، انا يا ابيض واجبك ولازم تاخده. مش انما قول لي يا رضا يا ابني، ايه اللي باش ده كله؟ هما بيدوروا على حد؟ لا مش حد معين يا استا جابر، اصل بعيد عنك في سواقين ما بيطلعوش على الطريق ولا يمسكوا الدريكسيون الا وهم ضربين ومبلبعين وخربين الدنيا على الاخر. اعوذ بالله، هم دول بقى اللي مبوظين سمعتنا. اه ربنا يبعدنا عنهم وعن سكتهم. امين يا رب. يدوم الشاي يا ابو نسب. انا استاذن انا بقى عشان السكه قدامي طويله. على فين يا استاذ جابر؟ انا مش عايز اعطلك عشان تشوف شغلي. طب وانا لسه شفت شغلي؟ زي ما انت خدت واجبك انا كمان لازم اخد واجبي. انت عاوز ايه يا رضا؟ عايزك تملالي دي يا استا جابر. املاها لك ايه يا رضا؟ يعني هتملاها لي سحلب مثلا؟ انت عاوز تحلل لي يا رضا؟ امال هلعب كريست في الكمين يا استا جابر؟ مستحيل، انت راجل جدع تفهم في الاصول، انت جوز بنتي، ما يصحش اللي انت بتعمله ده. وانا عملت معاك حاجه يا استا جابر؟ انا بشوف شغلي، وبعدين ده تحليل في السريع يعني مش هياخد وقت. ما تخافش مش هنعطلك. بس انت اللي بتعمله ده يا رضا انت مش مقدره صح. لا لا يا استا جابر، اللي انا بعمله ده انا مقدره صح قوي، ويا ريت تنجز بقى عشان الضابط عمال يبص لي. في حاجه يا رضا؟ لا باشا مفيش حاجه، الاستا جابر اصلي معرفه قديمه يعني، بس هيروح يملى العينه ويجي بسرعه. ايوه باشا، السايه كانت محصلجه معايا شويه لكن ربنا سهلها وهعملها. طيب انجز. وكل نصيبنا الا ما كتب الله لنا. نورتني يا استا جابر. امنيه، احنا لو استنينا اكتر من كده هتقلب مجاعه. ما خلاص بقى يا امنيه، التورته هتسيح. ايه ده ايه ده، بصوا كده. كل سنه وانت طيب يا امنيه. وانت طيب يا شادي، ميرسي قوي. ايه المفاجأة دي؟ اتفضل. لا كده كتير قوي يعني، كفاية الورد. ايه؟ هتكسفيني ولا ايه؟ يلا افتحيها شوف فيها ايه. واو يجنن، يهبل يا امنية، تحفة. ميرسي قوي يا شادي، بس ده كتير قوي بجد. مش كتير عليك يا امنية، دي اقل حاجه ممكن اجيبها لك. انا اول ما شفت في المحل قلت الخاتم ده محدش هيلبسه غير امنيه. يلا بقى ممكن تفتح لي علبه وتهسيه عشان تقولي. فهمي معلش ثانيه واحده راجعه لك. فهمي معلش اعذرها، اصل هي لما بتشوف فهمي بتنسى الدنيا واللي فيها. ومين فهمي ده بقى؟ فهمي الشنديدي زميلنا. الشنديدي؟ ايوه، الدفعه كلها عارفه ان هم مرتبطين من سنه تانية. مرتبطين؟ اتفضل. بالراحة بالراحة يا استا جابر، هتدلقها عليا والعملية مش ناقصة.
ها ايه الاخبار يا رضا؟ ايجابيه يا باشا، حشيش وترامادول وبواقي افيون. كذاب يا باشا، والله العظيم كذاب يا باشا، انا مش بتاع الحاجات دي يا باشا. خده من هنا يا ابني. تمام يا فندم. يلا يا اسطى تعملها معايا. يلا يا اسطى تعملها معايا يا رضا. يلا يا اسطى. طب يا رضا يلا. ماشي يا رضا. والله يا اسطى جابر لو امي هي اللي ضربت ترامادول ما هبيع ضميري ابدا. انت بتعمل ايه يا عاطف؟ لا بقى، لا لا لا، ده كده كتير يا ماما. ماما انت شوفي لك حل في الموضوع ده عشان انا زهقت. في ايه تاني؟ هو انا كل يوم مش هيبقى ورايا غير افلامك انت وعاطف؟ انا ما عملتش حاجه يا ماما. ما عملتش حاجه ايه؟ وقف لي في المطبخ اعمل لي فيها الشيف الشربيني، زودي ملح وحطي سكر. هو انا اول مره اقف في مطبخ؟ الحق عليا انا بساعدك، ده انا بديك التاتش بتاعي. بناقص مساعدتك دي يا حبيبي. حكم الراجل لما بيدخل المطبخ بيبقى يوم اسود على الست. روحي شوفي يا حبيبتي بتعملي ايه. هات الكبشه خدي. وانت يا حبيبي اهدى كده واقعد نقي الرز، اعمل حاجه مفيده. افتح الباب الاول والنبي يا عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا صبري؟ ازيك يا عاطف؟ ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا حبيبتي. مين الاموره اللي معاكي دي؟ دي بنت عندي في المدرسه، مامتها بس اضطرت تسافر البلد وملهاش حد يقعد بيها، فانا بستاذنك يعني تقعد معانا اليومين دول لحد ما مامتها ترجع بالسلامه. وماله يا حبيبتي، دي تنورنا. اسمك ايه يا روحي؟ امال. امال ايه الاسم الحلو ده؟ عمال ما نفرح بخلفتك يا صبري. في حياتك يا ماما. والنبي عاطف تاخد الشنطه دي تدخلها جوه يا حبيبي. حاضر. وانت يا فريد خد امال وروحوا العبوا سوا. انا عايزه اتفرج على الكرتون. طيب بس من غير ما تعلي الصوت. ماشي يلا يا امال. عندها ثقب في القلب ولازم تعمل عمليه ضروري. امها يعني ما حلتهاش اللضة، سافرت البلد تحاول تتصرف في فلوس. ربنا يستر لها يا رب. يا حبة قلبي ربنا يشفيها لها. الواحدة تستحمل اي حاجة في الدنيا الا تعب دنا. ايوه في ايه جمالات؟ ابوكي اتقبض عليه. صبرين ابوكي اتقبض عليه. اتقبض عليه ليه؟ يا فهمي والله العظيم انا فوجئت بيه قدامي. انا قاعده مستنياك من الصبح وهموت من القلق عليك ان انت اتاخرت. فجاه لقيته دخل عليا بهديه وورد، عايزني اعمل ايه؟ طيب انت ازاي اصلا تقبلي منه الهديه دي؟ مين قالك ان انا قبلت منه الهديه؟ بس كمان ما كانش ينفع ارميها في وشه قدام الناس. اسمعي امنيه، الواد ده بيلف ويدور عليكي وانت فاهمه الكلام ده كويس. ما يلف ويدور زي ما هو عايز، المهم انا موقفي ايه؟ ما هو ده نفسي افهمه. انا لحد دلوقتي مش شايفك واخده موقف. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انت متضايق ان في حد جاب لي هديه في عيد ميلادي ولا متضايق ان شادي تحديدا هو اللي جاب لي الهديه؟ بصراحه بقى من شادي تحديدا، مجرد قربك من الناس دول بيعصبني. طب ممكن يكون عندك ثقه فيا اكتر من كده شويه؟ مش قصدي ثقه في اخلاقي عشان عارفه نفسي كويس قوي، بس قصدي انه مش واحد زي ده يعني اللي هيجي يضحك عليا بشويه الحركات الهبله بتاعته دي. يا امنيه يا امنيه، انا بعمل كل ده بعمل كده عشان بحبك. وانا كمان بحبك والله. وانا لو مش بحبك يعني كنت فتحت بابا امبارح في موضوعنا. ايه؟ زي ما سمعت امبارح قلت لبابا ان انا واحد زميلي في الكليه مرتبطين، وكنت ناوي احكي لك النهارده الصبح لما تيجي، بس جسي شادي ده بقى بوظ لنا الدنيا كلها. لا 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 سيبك من اسمه شاد خالص دلوقتي، واحكي لي كده واحده واحده. قلت لبابا ايه يا قمر انت؟ لا يا باشا لسه بدري على المباركه دي، ده دكتور شيح ومعايا منافسين كتير. لا اذا كان سعادتك حاسس بكده يبقى خلاص مبروك عليا، متشكر قوي عليك. لا لا قريب قوي ان شاء الله. ماشي يا باشا مع السلامه. في ايه يا شباب؟ خير؟ لما قلت لك ان ولاد اخوك حاطيننا في دماغهم انت ما صدقتنيش. مالهم ولاد اخويا؟ الواد الشحات اللي اسمه فهمي قال بيحب لوزان بنات الدنيا كلها وبيحب امنيه بنت فاتن. انت جبت الكلام ده منين؟ الاستاذ زميلها في الجامعه وقال ايه مكتوبين مع بعض بقالهم سنتين. مش معقول يا شادي، مراد لا يمكن يسمح لبنته انها ترتبط بمستوى زي ده. وانا شفتهم بعينيا، ومن الاخر كده مش هتعمل حاجه تقول لي من دلوقتي. الواد ده في عصر، انت فاهم؟ اهدى اهدى بس يا شادي، اجر فاضل هيتصرف. يبقى يتصرف من دلوقتي، ومن الاخر كده مش واد زي ده هو اللي هيقف في طريق. انتوا فاهمين انتوا الاثنين؟ انت لازم تتصرف يا فاضل. شادي حط امنيه في دماغه، وانت عارف شادي لو حط حاجه في دماغه ما حصلتش ممكن يعمل ايه؟ عارف يا شادي وانت عارف. سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالكوا في ايه؟ مفيش. مال صابرين فين؟
صابرين رجعت بيت ابوها يا رضا. حد فيكم زعلها في حاجه؟ والله العظيم ما حد دسلها على طرف يا بيه. صابرين زعلانه منك انت يا رضا. انت صحيح حبست ابوها؟ يا الاخبار لحقت توصل؟ ده انا جاي مخصوص عشان ابلغها قبل ما اي حد تاني يبلغها. لا يا اخوي، ما هي جمالات قامت بالواجب وقالت لها، وقالت للحاره كلها يا عين امك. جت هنا وقعدت تصوت وطلتم على الباب ولمت علينا الجيران. قال ايه؟ جوزك حبس ابوك. خليها تقول اللي تقوله، وبعدين ما الحاره كلها عارفه ان اللوسته جابر بيحشش وبيضرب، يعني انا ما افترضش عليه. صابرين افتحها يا صابرين. انت وليك عين تيجي هنا بعد ما سجنت الراجل يا رضا؟ صابرين فين؟ عايز ايه مني يا رضا؟ عايز اتكلم معاكي كلمتين يا صابرين. عايز اعرف انت ليه سبتي بيت جوزك؟ شوف الاستعباط، قال يعني مش عارف ليه. لو سمحت يا جمالات ما تتدخليش بيني وبين مراتي. بتسجن ابويا يا رضا؟ بتسجن ابويا؟ ده مهما عمل فينا ابويا بيبلغ عنه. انا ما بلغتش عنه يا صابرين. ابوكي جالي وهو مقبوض عليه، قالوا لي حلله حللتله، طلع بيتعاطى مخدرات وهو سايق، واظن كلنا عارفين اللوسته جابر كويس، صح ولا لا؟ لما انت عارف انه بيتعاطى مخدرات بتحلله ليه ما كنت اتصرفت؟ عايزاني اعمل زي ما مرات ابوكي بتقول؟ كنت اتصرفت باي طريقه يا رضا؟ لو مش عشان خاطره هو، عشان خاطر انا. ده عاطف الغريب عمل لها خاطر وما رضاش يتهم جابر، مع اني كان كسر له دراعه وضربه، وانت جوز بنته تسجنه؟ عايزاني اخالف ضميري يا صابرين؟ طب ما انا لو خالفت ضميري مع ابوكي هخالف ضميري مع الناس كلها، واولهم انت. انا تعبت يا رضا، تعبت بجد ومبقتش عارفه اعمل ايه. انا بقيت شايفه الدنيا كلها صدف في وشي. سيبني في حالي، سيبني في حالي يا رضا، انا مش طايقه حد ولا طايقه اتكلم مع حد خالص. يا اخي بقى حل عندي بقى وغور في 60 دقيقه بعد اللي حصل لنا من تحت راسك. ماشي يا صابرين، لو عايزه تفضلي في بيت ابوكي خليكي، بس ساعتها هعرف ان انت مش عايزاني. ما ردك فيما هو منسوب اليك من تهم تعاطي المخدرات؟ ده كذب وافتراء يا باشا. وتحيل اثبت انك كنت متعاطي حشيش وترمضوا له بواقي افيون، ايه رايك فيه ده كمان؟ يا باشا شوف التقرير ده مين اللي مات عليه؟ هتلاقيه رضا عبد ربه الشنديدي، وانت عارف يطلع مين ده؟ يبقى مين بقى؟ ده للاسف جوز بنتي. ده علاقته بالموضوع؟ ده انا لا بطيق ولا هو بيطيقني، وفي ما بيني وما بينه مصنع الحداد، واول ما شافني في الكمين يا باشا قال لك دي فرصه عشان انتقم منه، راح خابط التقرير المضروب عشان يخلص منه يا باشا. يعني جاب لك عينه من جيبه؟ عينه غير اللي عملك عليها التحليل بتاعك؟ الله اعلم بقى يا باشا. يعني هيلفلك ازاي يعني؟ انا ايش عرفني؟ ده شغل يا باشا، هو هيغلب يعني؟ شكلك كده مش جاي عدل وهتلف وتدور وتقرفنا. لا ابدا والله يا سعاده الباشا، ده انا غلبان وعلى باب الله. يحبس 4 ايام على ذمه التحقيق، وراء التجديد له في الميعاد. انت صحيت يا حبيبي؟ صباح الخير. صباح الفل يا حليمة. صحيت من شوية. طب يا حبيبي قوم اغسل وشك على بال ما اعمل لك حاجة تاكل. مش لما الأستاذ عاطف يخرج من الحمام؟ ده واخد الحمام حصري يا حليمة، ده انا من ساعة ما صحيت من النوم وهو جوه معرفش بيعمل ايه كل ده. معلش، على بال ما حضر لك الفطار يكون خرج ان شاء الله. يا مسهل يا رب. عاطف. ايوه ماما حليمه. ما تشحن شويه يا حبيبي، انت حبات جوه ولا ايه؟ حاضر، قدام دقيقه بالظبط كده كتير. صباح الخير يا بيه. صباح الخير يا فهمي. انت رجعت فتحت الشنطه تاني؟ عمال اقرا في الورق اللي فيها، جاي افهم اي حاجه. تفهم ايه بس يا بيه؟ اكيد كل الداتا اللي دكتور شيف كان عايز يقولها لك موجوده في الايباد. مش معقولة يعني آثار مهمة زي دي هيسيبها في الشنطة عادي كده من غير ما يقفلها حتى. هو برضه مش معقولة يبقى محتفظ بالأوراق والمستندات دي كلها كده من باب للطاقة، لازم يكون فيها حاجة. وأنا من ساعة ما صحيت من النوم
وانا عمال اقلب فيها ولقيت حاجه مهمه. بص، هي حاجه مش واضحه وصريحه، بس لما قعدت افكر شويه واربط الحاجات ببعضها تقريبا فهمت شويه. فهمت ايه؟ خد اقرا ده كده. صباح الخير يا ابي ربع. يا الحمد لله على السلامه يا عاطف، انت فين يا راجل كل ده؟ بتوحشني والله. لا انا موجود هنا على طول، انت اللي فين مختفي؟ بقول لك ايه، تحب اعمل لك وصل الدش جوه في الحمام عشان يعني وانت قاعد جوه يعني ما تزهقش؟ لا ملوش لازمه، بس لو عملنا واي فاي يبقى حلو قوي، اصل الباقه عندي ما تستحملش. الباقه؟ صبرني يا رب. ايه ده ايه ده ابي رضا؟ تلاجة الدم دي عندكم في المستشفى؟ ولا عمري شفتها يا فندم. امال ازاي في عقد شراء تلاجة دم ب 300,000 جنيه للمستشفى، وبعديها بشهر واحد في تقرير من المستشفى بعدم صلاحية التلاجة وطلب لتكهينها، والدكتور شريف ماضي بنفسه، هي لحقت؟ خد بص على ده بقى. ده عقد باسم شكري الغياتي، اللي الدكتور شريف عامل الملف كله باسمه. اهو شكري الغياتي ده بقى اشترى التلاجة المتكهنة دي ب 4,000 جنيه. يا نهار اسود، ده ايه النصب ده؟ شفت يا فهمي؟ مافيا وبتنهب في المستشفى. ثانية واحدة يا أبي، أنت بتقول شكري الغياتي؟ زي ما كنا عارف الاسم ده. أنت تسكت خالص يا عاطف، أنت تسكت وتقوم تشوف أي حاجة تعملها بعيد عننا. افتكرته. الراجل ده بيجي يسهر في الكباريه، اللي شغالة فيه لينا الرقاصة. راجل لعبي كده وما بيسيبش ولا واحدة في حالها، افتكرته. ما هو لازم يسهر ويبرطع ويصرف في فلوس الناس الغلابة. حمزة ده أنا عارفه كويس. ده دكتور مشهور وليه برنامج في التلفزيون، وعضو في مجلس الشعب كمان. اهو ده بقى الملف بتاعه غريب جدا، مليان شيكات وتحويلات بنكيه بره مصر، ده غير ان في اوراق باسماء مرضى معينين دخلوا المستشفى بتاعته اللي في الصعيد، وشيكات بنكيه باسمائهم بياخدوها وهم خارجين. يعني بيعالجهم ويديهم فلوس ليه؟ مش عارف يا فهد. يمكن بيغريهم عشان لما يعيوا يرجعوا تاني. لا انت تخش بقى تقعد في الحمام شويه، لان انت بقالك فتره ما دخلتش وانا خايف عليك لحسن تحس بالغربه. حق عليا اني بفكر معاكوا بصوت عالي. بتفكر وبصوت عالي كمان. ابي خليك معايا، تفتكر الاوراق دي ممكن تنفعنا بحاجه؟ مش عارف يا فهمي، مش عارف، انا خلاص دماغي هتنفجر. صباح الخير. صباح الخير. ما فين امك؟ ما اعرفش. طب صحيح صحيح عشان تفطر معانا. هي مش كبرت وبتعمل على مزاجها؟ صحي نفسها وتفطر بنفسها. دي مش طريقه دي يا فهمي. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. عامل ايه؟ الحمد لله. انا نازله مش عايز حاجه. طب اقعدي افطري معانا الاول. لا لا هفطر مع اصحابي. باي باي. بعدين معاك يا فاتن اللي انت بتعمليه ده عاجبك كده؟ البنت تنزل من غير فطار؟ هو انت مش قلت لها تفطر وقالت لك لا؟ وبعدين يا حبيبي هي ما تسمعش غير كلامك انت، اقنعها بقى بموضوع شادي. يا ستي الحكايه مش محتاجه اقناع، دي مشاعر واحاسيس، والبنت حاسه ان الولد ده زي اخوها، يعني الموضوع منتهي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده عريس ممتاز واي بنت في الدنيا تتمناه. اي بنت غير بنتك هي حاسه بكده، والجواز مش بالعافيه. يو ار سبويلينج هير، طول ما انت مطوحها على الهبل ده هتطير العريس من ايدها. ده مش هبل يا فاتن، دي حياتها وهي حره فيها. لا مش حره، بنتك لسه صغيره ومش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. بس فاهمه كويس قوي قلبها ماشي ازاي. انت شكلكم هتموتوني انتوا الاثنين. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ليه بس بتقولي كده؟ يا مراد يا مراد انا ما نمتش طول الليل وضغطي مرتفع، انا مش فاهمه هي هتضيع فرصه زي دي من ايديها ازاي، وبعدين انا ارد على الناس اقول لهم ايه؟ ده الولد ما فيهوش غلطه. هنقول لهم اللي هي قالته. وانت تفتكر شادي هيدخل عليها الكلام ده؟ انا عارفاها كويس، شادي عندها حاجه كبيره وهتفهم كلام بنتك انه رفض بالشياكه وهتعتبره اهانه ومش هتسكت. خلاص يا ستي سيبيلي انا الموضوع ده، انا هعدي على فاضل بعد الشغل وهتكلم معاه. فاضل راجل عاقل وهيفهم ويستوعب. مش هتكملي فطار؟ شباعك. دكتور فهمي. يا دكتور فهمي. ايوه. انا جاي لحضرتك من طرف الدكتور مراد حلمي. دكتور مراد؟ بالظبط كده، هو عايز يقابل حضرتك وبعتني عشان اوصلك، يا ترى وقت حضرتك يسمح؟ طبعا يا فندم تحت امرك. طب تمام، اتفضل معايا. اتفضل. العفو يا فندم. اشكرك اشكرك.
اطلع يا ابني. خد يا اخوي ادي كل الاوراق اللي انت عايزنا نمضيها، ومعهم كمان الاقرار اللي انا كتبته على نفسي، بس عايزين نخلص النهارده زي ما قلتلي عشان الحق اروح للبيت. ماشي ماشي يا ام امان ان شاء الله. يلا ربنا يقومك بالسلام. بقول لك يعني انا هاخد 70,000 جنيه وهاخدهم قبل ما اخش اوضه العمليه. لا كتير كتير يا ام امان، اتهودي كده عشان نمشي المصلحه. لا يا اخوي انا مش بمشي مصلحه، انا بعمل كل ده عشان خاطر بنتي، وانت عارف ان العمليه بتاعتها هتتكلف المبلغ ده. يا ام امان ما انا قايل لك 100 مره قبل كده ان احنا هنعمل العمليه هنا. لا انا هعملها في ميعاد القلب، انا اتفقت معاهم على كده. خلاص خلاص بشوقك يا ام امان، انا هبلغهم طلباتك وهجيب لك الرد. سلام. تطابق مذهل زي ما يكونوا اخوات. الحمد لله، المهم اننا ننجز في الموضوع ده يا رأفة. ادخل. ايه فرمان؟ ايه الاخبار؟ والله يا دكتور الاخبار مش ولا بد، الست المتبرعه دي طالبه 120,000 جنيه. 120,000 جنيه ليه؟ الله ده حته كلمه طلعت ولا نزلت. مش مشكله يا رأفة. لا اسمح لي يا جاسر بيه، الاشكال دي انا عارفها كويس قوي. روح قول لها هم 90,000 جنيه اذا كان عاجبها. يا دكتور ما انت عارف احنا تعبنا قد ايه عشان نقنع المتبرعه دي، وبعدين سعادتك عارف ناس دي اكتر مني، ناس طماعه تديهم صباعك ياكلوا دراعك. يا جماعه الفلوس مش مشكله، انا مستعد ادفع اي مبلغ، ولا اشوفش اخويا مرمي قدام عينيا كده. الله يكرمك. اللي تشوفه يا جاسر بيه، روح خليها تجهز العمليات، خلينا نخلص. حاضر يا دكتور. اتفضل ارتاح، دعاية والدكتور يكون عندك. شكرا. بعد اذنك. اتفضل. اهلا يا فهمي. فاضل 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 حاف كده من غير عمي؟ دي مقابلة تقابلني بيها بعد السنين دي كلها. انت بتعمل هنا ايه؟ دي المزرعة بتاعتي، ولا كنت فاكرها بتاعت الدكتور مراد؟ انت جايبني هنا ليه؟ عايز مني ايه؟ ما تستعجلش. مستعجل ليه يا دكتور فهمي؟ هما مش برضو بيقولوا لك كده؟ الدكتور فهمي راح، الدكتور فهمي جه، الدكتور فهمي هيجيب الدين من ديله، لحد ما العيل كبر وافتكر نفسه بقى حاجه بجد. اتكلم عدل يا جدع. انت جدع انت؟ مش عيب برضو تكلم عمك بالطريقه دي؟ بس هقول ايه، ما انت تربيه حليمه. احترم نفسك واياك تجيب سيره امي على لسانك تاني. ما يصحش كده يا دكتور، مهما كان ده عمك. سيبه فرحات، سيبه، اصله صدق كلامهم وافتكر نفسه بقى حاجه، ما يعرفش ان الكليات دي مش معموله لامثاله. ولا انت فاكر ان انت لما تخلص السنتين بتوعك دول هتمسك الشهاده بايدك وتدعكها زي الفانوس السحري تقوم تحقق كل احلامك؟ عربيه وشقه وفلوس وعروسه. اه مش تقول الحكايه كده. ايه هو ننوس عمامته اشتكى لك ولا ايه؟ ننوس عمامته ده يا ننوس عين امك يبقى طيار، مش لسه عيل صغير بيمد ايده لامه عشان ياخد منها المصروف. ولو كنت سبته عليك كان فعصك، بس هو عمل خاطر عشاني. وانت يا عم يا حبيبي يا اللي خايف عليا، عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تفكر كده وما تخليش الشيطان يلعب في دماغك وتنسى روحك، وتفكر تناسب واحد يبقى رئيس مجلس إدارة المستشفى اللي أخوك المعفن بيشتغل فيها تمرجي. أخويا ده أشرف منك، أنت فاهم؟ آه طبعًا فاهم. أنت حتة حشرة ممكن أفعصها تحت رجليا، أوعى تفتكر نفسك أكتر من كده. أنا جبتك هنا عشان أعرفك حجمك وفوقك، عشان ما تأذيش نفسك وتضيع أخواتك معاك. افتكر كلامي واضح والرسالة وصلت. ارموا الحيوان ده بره. معلش انا لو منك افكر كويس في الكلام ده. الراجل ده ما بيهرجش، يعني انت من الاخر هتكون سبب في ضياع اخواتك.
فكر يا دكتور. بسم الله ما شاء الله، الضغط تمام. هروح بقى ابلغهم يحضروا لك اوضه العمليات بعد اذنك. متشكرين قوي، متشكرين. استرها معايا يا رب. شد حيلكم ولا استم امال، بقى ما تقلقيش ده كلها شك الدبوس. امان عليك يا عم فرما، خلي بالك من امان، ولو جرالي حاجه بالله انا عملت كده علشان طمن. ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه، وبعدين ما تقلقيش، امل في عينيا الاثنين عن اذنك. ليكون علشانك يا امل. لا تبكي يا عين عليلي يا وليلي راح وليلي. اللي عامل سعاد حسني الشنيو ده ايه؟ استاذ مطلعها زي القمر. يعني انت سايب المواويل اللي الراجل عمال ينتع في قلبه فيها وجاي مركز في الشنيو بتاع سعاد حسني؟ لا لا لا، احنا بنغير بقى. هتغير من سعاد حسني ولا ايه؟ نعم، وانا غير ليه ان شاء الله؟ ما تبص يا حبيبي هي بتحب مين الاول وبعدين اتكلم. قصدك ايه يعني؟ يفرق ايه عني حسين فهمي؟ هو بس لون شعره وافتح مني سنه صغيره قد كده. عوض عليا يا رب. ادي حكايتي. هو انا ما اعرفش اتفرج ابدا على حاجه في البيت ده؟ انا ما عملتش حاجه يا ماما. شو بقى هي بتتكلم ازاي؟ ها؟ بتكلم ازاي يعني؟ ما بس بقى يا بنت انت وهو. عايزين نسمع. ايه ده؟ ماله ده؟ ربنا يستر. مالك يا حبيبي في ايه؟ ماليش يا ماما. الله، امال دخلت كده من غير لا سلام ولا كلام ليه؟ يا ماما بعد اذن حضرتك قلت لك مفيش حاجه، سيبيني لوحدي. طيب يا حبيبي استهدى بالله بس، هو في ايه؟ هو في حاجه حصلت في الكليه؟ انا ما رحتش الكليه اصلا ومش هروحها تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه مش هتروح الكليه؟ يعني خلاص كفايه لحد كده، بلا طب بلا زفت. اقول لك على حاجه، ادي الكتب اهي. يا لهوي، ادي كل الكتب اهو. يا لهوي اهي يا ماما. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اتجننت لما صدقتكم، لما حسيت في يوم ان انا ممكن ابقى دكتور محترم وعايش زي ناس ما هي عايشه. طب وايه اللي يمنعك؟ اللي يمنعني ان احنا غلابه، غلابه قوي. حتى لو اتخرجت كبير ايه؟ هشتغل موظف ببلالين؟ يبقى الاسم دكتور والفعل شحات؟ يبقى ايه لازمتها بقى اقضي 7 سنين من عمري في تعب وشقا؟ هدور على اي شغلانه اشتغلها اجيب منها فلوس، يمكن ساعتها اعرف اعيش واتجوز. طب ورضا؟ اخوك يا فهمي ده بقى له 10 سنين مموت نفسه عشان اللحظه اللي يشوفك فيها دكتور، مأجل جوازه ومعطل حياته لحد الحلم ده ما يتحقق. هتخونه يا فهمي؟ ده من النهارده ماما ملوش دعوه بيا، هو السبب في كل اللي انا فيه ده. هو يروح يشوف حياته وينسانا. ينساكوا؟ بعد ما ضيع نص عمره عليكوا تقول له ينساكوا؟ والله دي غلطته مش غلطتي انا. غلطته؟ اه. خلاص يبقى يجي بقى يشوف غلطته. خير يا ماما في ايه؟ اخوكي باين عليه اتجنن. ايه اتجنن؟ يا لهوي، ما تخش يا عاطف تهديه بكلمتين. اهديه انت كمان؟ ما انت سامعاه عصب ازاي؟ ثم انا بدراع واحد مش هقدر عليه. الو، الحقني يا رضا، الحقني يا ابني، فاهم اخوك باين عليه اتجنن. شرويت يا سيدي من ساعه ما عرفت اني مترشح للمنصب ده وهي مش على بعضها بدات ترتب لكل حاجه، بتشتري بيت بره وعايزه تجوز الولاد عشان تخلص منهم، ناقص تجهز شنطتها وتشتري تيكت الطياره. هي طول عمرها كده مرتبه جدا ومنظمه. بيني وبينك ده اللي عجبني فيها، رتبت لي حياتي وهي صاحبة الفضل في اللي انا فيه ده كله بعد ربنا طبعا. عشان كده لما كلمتني في موضوع شادي انا قلت لها امنية احسن اختيار، دي بنتي برضه. والله يا فاضل يعني طبعا شيء يسعدني، انت صديق عمر، بس هنعمل ايه بقى في امنية؟ مالها امنية؟ مالهاش، هي اصلها فاضل لها 2 سنين وتتخرج ومش عايزة اي حاجة تشغلها. يا راجل خضتني انا بحسب في حاجة. طب وماله؟ مش لازم يتجوزوا دلوقتي، احنا نعمل قرايه فاتحه وبعدين يتجوزوا بعد ما تخلص. الله، طب ما هي يا فاضل. لا مش هي ولا حاجه، دي يا دوب قرايه فاتحه، يعني لا هنشغلها ولا هنعطلها.
وبعدين نجيب لها شبكة كده حلوة عشان نفرحها. أنت عارف البنات بيحبوا الحاجات دي، ومش لازم يا سيدي نعمل فرح كبير، كفاية نعمل حفلة صغيرة عندي هنا في القصر. طب بقول لك إيه؟ ما نأجل الموضوع كله لحد ما تخلص. أنت بس خد رأيها تاني في اللي أنا قلته لك ده. هي أصلها بقالها فترة كبيرة ما شافتش شادي، عشان كده محتاجة وقت عشان تعرفه أكتر. أنا واثق إن الحل ده هيعجبها. حاضر يا فاضل، بس معلش اديني فترة كده لحد يعني ما الاقي فرصة واتكلم معاها تاني. خلاص براحتك. طيب استأذن. الله في ايه يا مراد؟ احنا لحقنا قعدنا مع بعض. معلش هتتعوض. يلا سلام عليكم. سلام يا مراد.